هادو قليل. واش يقول؟ هادو قليل. قليل قليل الله قلب. انت سقيره عطيناك دراهم سقيرين هذاك هو. حتى لو صباح انا نطلب في القايله. هزيد الهزيد الهزيد مسلوب. هذا حق. مساء الخير عليكم. غابوا على الشاشه ولكن ما غابوش على اذهاننا وعقولنا. ما غابتش البسمه وصانعي البسمه في وقت اللي كانت الجزائر والمشاهد الجزائري محتاج لشخص يبسم ويضحك. اليوم حبينا نروحوا نطلوا على وحده من صانعات البسمه عتيقه طوبال الفنانه القديره ودلوعه الشاشه. يلا نروحوا كيف كيف عتيقه. الله يبارك الله يبارك. بونجور تاتا. مساء الخير بنيتي. بونجور توا. شنو شوا؟ ترحب بيك بابا. شنو واش قال؟ قالت لك مساء الخير. بيك المرحبا. ترحب ترحب بيك. أساس الفن الجزائري الأصيل والعريق اللي بقى في أذهاننا وبقى مسجل البصمة تاعو في الفن العربي والعالمي بناوا فنانين كبار ورح يبقوا كبار. واليوم كان واجبنا أنه نجيو نزوروا واحدة من الكبار عتيقة طوبال. مساء الخير وش راكي؟ مساء النور أخت هانا. مرحبا بك شرفتيني والله غير شرفتيني. عتيقة وش راكي وش حوالك؟ الجمهور توحشك. سوال عليك. أنا تانيك توحشت بزاف جمهوري. إن شاء الله إن شاء الله على القريب إن شاء الله نعاودوا نولوا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. عتيقة رح نعاود نرجع بيك شوية في هذه القاعدة ونبروفيتي والماكسيموم منك. أفيك بليزير. ماما نتوحشت شوية. توحشت الميدان وتوحشت والميدان توحشك توحشنا. عتيقة نعود نرجع بيك شوية للزمن الجميل. نعم زمانكم فقدنا من الساحة وجوه فنية. واش تقولي لنا؟ اللي فقدناهم ربي يرحم صورتو هاد السنوات الأخيرة. فقدنا عمالقة بزاف. فقدنا ان شاء الله نجعل ربي يرحمهم يكونوا ان شاء الله من اهل الجنه واللي قاعدوا ان شاء الله ربي يشفيهم ويطول في عمرهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. عتيقه نعاودوا نرجعوا شويه لزمان كرنفال في دشره. يا حسره تاكسي المخفي. يا حسره. واش تتفكري في هذوك الايامات؟ شنو اكثر حاجه حنيتي ليها؟ الزمن الجميل وبزاف افلام سينمائيه كاين اللي جازوا في ماشي هنا كاين اللي جازوا في الخارج. كان منهم يعني الاول هو الكلانديستا. كان مور الكلانديستا كان عندي عامل تاني فيلم سينمائي توشية تاع رشيد بالحاج اللي نحييه بالمناسبة. عايش في الطليان. نيلان شهرة كبيرة ودا ان بخومي بخي في الطليان. هذاك الفيلم توشية. خدمت تاني فيلم سينمائي مع واسمو قولي لي عليه ربي يرحمه ان شاء الله محمد البصير اللي واسمو الواحد. خدمت تاني لو بخومي تخيك مع واسمو قولي لي ربي رشيد بوشاغب الشاب. درت بارتيسيباسيون مشاركة مع رشيد بوشاغب. خدمت هادو افلام سينمائية راني شافية عليهم. خدمت رصيد كبيرات يعني. راني نحكي لك على افلام سينمائية وافلام تلفزيونية مبينين. خدمت كوشمار دان فاكتور. خدمت باكازوز بوغ الزوز. خدمت مع الحاج رحيم تريبش بن عمر بختي وقاسي بن ددوش الله يرحمه جمال رابح بو براس. وشنو اكثر مشاهد توحشتيهم قعدوا لك في راسك؟ المشاهد هو اللي كان عزيز عليا وكان يفتح لي الابواب يعني هو الكلونديستا. درتهم كاع نورمال شغل باسكو ولات عندي عادي. بصح هذاك سيتي سي مون سوفينير. هذاك سي ما جونيس سي مون سوفينير. مصطفى يا مصطفى وانا بحبك يا مصطفى. بيتي تو يا بيتي تو انا محبك يا بديدا. او المكياج هذا الاخير خير ومن مكياج مصطفى قال كلمتين زين الغرف يزيان. هذا الامر. عتيقة ابنة المسرح. نعم درت المسرح. حنيتي شوي للمسرح عتيقة؟ توحشتي الخشبة؟ عندي مدة وسنين نسيتها كاع الخشبة. من 85 ما طلعتش في الخشبة. أنا بداية تاعي كانت في المسرح. قريت المسرح. درت قريت عند مصطفى كاتب ربي يرحمه علا المحب
بعد من المسرح انتقلت الى السينما. كيفاش كان هذا الانتقال؟ كيفاش حتى رحتي للسينما؟ السينما كان كنت اون بلا ريبيتيسيون في التياتر. ومن بعد جا لاسيستون تاع الريليزاتور سعيد الله يرحمه سعيد زيطوش، ريليزاتور تاع بن عمر بختي، جا كان عنده شغل مع مصطفى كاتب الله يرحمهم كاع، مع مصطفى كاتب الله يرحمه، وكان التي يهضر معاه ويشوف لي ريبيتيسيون كي كنت انا ريبيتي. ومن بعد قالوا يا مصطفى، قالوا هذه واقيلا نديها، قالوا راحين نديروا الكلونديستان، قالوا سي ان بيرسوناج. انا ما كنتش نعرف واش معناتها بيرسوناج، وانا ما نعرف والو، قاعوا نباعوا كي البوهيوف. ومن بعد انا نسمع فيها كي يهضر، ومن بعد كي كملت لا ريبيتيسيون، ومن بعد قال لي تقدري تعطيني تليفون، قلت له ايه، عطيت له تليفون، بصح جيتي با فريمون شوط باسكو ابارامون مي بارون كاع، جيتي با شوط، خفت ما ميغ ما تحبش وكاع. ومن بعد يا اخي كانت الحمد لله. كنتي تقولي هذا لازم نديرو ولا هذا نحبه؟ الدور اللي نحبه، نحب الدور سوسيال، ماذا بيا فيلم في اجتماعي ويكون في الكوميك سوسيال، بس مش رانا عايشين المجتمع الجزائري واش راه عايش دوك، سي مون غاف ندير فيلم هكذايا. نعاودو نرجعو شوية عتيقة، توجور نديك الزمن الجميل، العمالقة اللي كنتي خدمتي معاهم وتعاملتي معاهم، كنتوا في وقت اللي صعيب فيه انه الفنان ولا هاد سورتو هاد الدومين كان صعيب وقت العشريه السوداء. وي سفرينا في العشريه السوداء، سفرينا هم اللي مساكن اللي خدموا معانا في العشريه السوداء، نصهم ماتوا مساكن، منهم حازم الله يرحمه، منهم فريد. احنا اللي كنا سختو احنا تاع الضحك، كنا نتلاقاو بزاف في السنوات السوداء، في العشريات السوداء كنا بزاف مع بعض، عشنا مع بعض اكثر من عشنا مع العائله ديالنا حنايا. وشنو موقف صرا لكم هذاك الوقت بقى في ذهنك وتتفكره؟ عشريات السوداء صراو لنا بزاف، صراو لنا خدمنا، حكمونا حنايا دو فوا، حكمونا باراج، خطرة حكمونا في تشيبازا قريب ما قتلونا، كان معنا مراد جعفري ومازالو عايش، ظريفة، فاتحة نسرين، هادو اللي كانوا معنا، بابو الله يرحمه، قويدر كان معنا، وخطرة تاني في واد جر كانت معنا فاتحة نسي الله يرحمها، بيونا، مصطفى قروابي، باريزا، ماما مسعودة، كانوا معنا بزاف تانيك حكمونا دو فوا، غادي نحكي لك 95 96 94. كنتوا هذاك الوقت وتخدموا باش اموات تزرعوا هذيك البصمة. وي على جال الشعب، باسكو الشعب هذاك الوقت كان مضرور بزاف، كنا لازم نخرجوا على برا، على بالك حنا خدمنا في مضارب اللي ما كانش اللي يقدر الامن وما يقدرش يطلع عليهم، في الغيب خدمنا فيهم باش غير نضحكوا الشعب، والحمد لله يا ربي خدمنا، والحمد لله كيما ضحكنا الشعب كيما ربي سترنا والحمد لله. عتيقة مقبلة كنتي توري لي في ألبوم وي فيه ذكريات. يا حسرة ألبوم ذكريات، أنا لازم نجيب الألبوم أرشيف شوية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتفكروا شوية صور إن شاء الله يا ربي. يعني كاين اللي بانوا فلو، كاين اللي ما بانوش فلو، دوك ما نقدرش. بو هذه الله يرحمها مع طاطا سليمه، الله يرحمها سليمه العبيدي، ماتت مسكينه طاطا سليمه. هذه هنا تانيك مع السيت كوم مع الخضر ونوال زعتر ومداني، مش في مداني، اسمه امين عده، فريد
فريد الله يرحمه. فريد كنا بزاف مع بعض. كنتو كتر. أنا نحس بلي الفنانين قبل عتيقة لا توافقيني الرأي كانوا متجمعين كتر من دوكا. كنا متجمعين سختو حنا تاع الكوميك صحاب الضحك كنا متجمعين بزاف باسكو علاش حنايا كنا نتلاقاو بزاف ساسوا لي سيت كوم كي نديرو سيت كوم كوميك نتلاقاو كي نروحو نخرجو على برا نتلاقاو كنا نتلاقاو بزاف. هايديك تانيك هنايا تانيك الله يرحمه تانيك. زيدوا عتيقه احكي لنا شويه. بو هذه هنايا حفل مهرجان للضحك مع وسمو قولي لي عليه قويدر وفؤاد. هنايا ماما مسعود ربي يطول في عمره ان شاء الله في عنابه. راكي تشوفي شويهكم تتواصلوا عتيقه. والله ماني نشوف هدايا بختي واقيلا بالعمر بختي وني نشوف مليح. انا بيونا والله ماني نشوف مليح السنه بن عمر بختي الله يرحمه. صح كنت الله يبارك لا حق الله يسلمك تعيشي الله يسلمك كنت لا ايه باش تحبي على بالك في الدنيا هذه واش يطلب الواحد ما يطلب والو يطلب غير الصحه. انا كي نتفكر ونشوف تجيني الدمعه نبكي عليك نبكي نكذب عليك باسكو دوك نقول لك الواحد كيفاش يكون بصحته كيفاش كي تروح لك صحتك جوستومون عتيقه يقول لك لما تكوني بصحتك وبقوتك الناس كامل تكون يا حسره وين راهم يا حسره يا حسره كي تكوني بصحتك الدنيا كاع واقفه معاك. دوكا وين راهم ما كاش قعدوا كالكوزين دوكا لا الحباب لا لا فامي حتى واحد نو قعدوا كالكوزين هكذايا قعدوا كالكوزين مي با فريمون كيما بكري قاعدوا. وشنو اللي تبدل كي يقول لك اذا توقفت المصالح تصمت الهواتف ما تقدريش تفهمي والله ما تقدري تفهمي و سا مي ديباس ساي ميتنو سا مي ديباس سا مي ريغارد بيرسون دوك هاديك تعرفي واش نشوف نشوف حياتي وي ونشوف صحتي ونشوف ما فينير سيتو. شو من الوسط اللي مازالوا تروحي ليهم يجي لا لا كاين اللي مازال لا لا عندك مازال تناول زعتر مازال ايمان نوال مازال كاين احبابي اللي مازالهم نتلاقى بهم يجوا لي كاين لا لا كاين اللي مازالوا بصح ماشي كيما بكري نقول لك كيما بكري ماشي كيما بكري سي بلو كوم افون لانه تجبدتي على المجال ولا لانه لا لا ان سيغتان طون جو مسي جو مي روتير بصح دوكا لا لا خلاص نعاود نولي لهنا ما تخرجش عليا باسكو على بالك ان ارتيست ما يقدرش سي روتير سي با فاسيل باش تجبدي روحك سي فري وي سورتو دوكا كنت نشوف من وقت اللي بداياتك كنتو بزاف بروش اونيتي بيان 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 اونتوري افون اونيتي بيان اونتوري مي الحمد لله ان شاء الله بالك تعاود تولي ان شاء الله. حنا نقول لك واش اللي فرقنا فرقنا الخدمه باسكو ما ناش نتلاقاو افون كانت الخدمه هي اللي تلاقينا كوم كيما دوقا ديك الخدمه ما كاش انا راني مستعده نخدم مالك غير شويه سوي مالا نخدم جوستومون اللي كانوا هادو بروش ليك واللي فيهم منهم راهم يخدموا ما عيطولكش هكذا ما عيطوليش بروش ليا ما عيطوليش يقول لك ما تقدرش وانا نقدر جوستومون كاين منتجين ولا مخرجين يقول لك باسكو عتيقه راه فوالا فوالا هذه اشاعه اشاعه ناس من الوسط من الوسط الفني قالوا لهم باللي عتيقه ما تخدمش ما تقدرش وانا والله قلت لهم نقدر سبحان الله كومان بوكو ما نقدرش ماشي حال حق الحيوط سي فغي اه ماشي حال حق الحيوط داكوغ عتيقه لو 6 ماي حسرة هذا التاريخ يا عمري تاريخ نوار هذا ان بوان نوار هذه كيفاش على بالك يا عتيقة محبوبة الجماهير لازم نعرفوا عليك ها راحت هذه راح لي كلش انا لا راحت ما راحت حياتي انايا الله يرحمها هذه هي الساس هذه كانت فاتحه الباب تاعها لكل واحد مجميع ارتيست تحبهم كاع وكانوا كاع يحبوها في الوسط الفني كانت بابها محلوله هم يقولوا لك
صح. الباب تاعنا كانت ما تغلقش الله يرحمها. ماشي هنا وراني نسكن وين كنت في تيلي مني. بابنا ما كانش تغلق الله يرحمها. الله يرحمها. هاد الدنيا هذه. وش تبدل في حياتك؟ يا حسرة. دموعك غاليين علينا عتيقة، نحبوش احنا نشوفوك تبكي. هاد الدار كي دخلتها بلا يما الله يرحمها. اللي تي كونت الله يرحمها ما كانتش حابة. ما كانتش حابة، قالت لي قعدي وين كنتي خير، ما حبتش نبدل الدار. بدلت ها وليك وين اللي ما ياخذش راه يما. ربي يرحمها ان شاء الله. ان شاء الله يرحمها. ان شاء الله ما تشوفوش دموعك عزاز علينا في خالص. بوانواخ ما كنتش نتوقع حاجة عباك، جامي كنت نتوقع يما تموت وتخليني موراها. كنت نطلب في ربي دائما نقولها كي نقعد ونقصوا هكا نقول يا يما ان شاء الله نموت انا الاولى عليك الله يرحمها. قولي لا يا بنتي انت صغيره يموتوا الكبار الصغار. لا ما كنتش متوقعها وفانت كنت توقعتها صرا فيا اللي ما صرا. هاي ديك الشنطيه وراني اليوم صح. من موت يما الله يرحمها وانا مريضه الله يرحمها. انا 11 سنه اونزون وانا هكا من ضربه مرختها. من وفاه ايما من 2011 رانا 2022 وانا نعطي في حق الله. معليش عتيقه. الحمد لله. ربي يرحمها ان شاء الله. يا ربي يرحمها ويرحم موتانا كاملين ان شاء الله. نطلبوا لها الرحمه ان شاء الله. الناس كامل يشاهدونا كامل يطلبوا لها الرحمه ان شاء الله. هذا ما كيطلبوا لها الرحمه باسكو كانت حنونه الام ديالي معروفه في الوسط الفني. يما عايشه الله يرحمها كانوا كاع يحبوها. واش كانت عتيقه؟ سقسيره باح يقول لك عليها. سقسيره باح يقول لك عتيقه. سمحي لي حنفتح لك ربما جرح. واش كانت اخر كلماتها ليك؟ واش كانت توصي؟ كي كانت راح تموت قالت لي تهلاي في روحك مسكينه وبلاك يتمسخر بك شي واحد ولا. قالت لي قالت لي كوني حزينه ورزينه باسكو على بالها كي تصرى لها حاجه على بالها. ايه واش جاز عليا 11 سنه لهنا. هذه مليحه انا وعندي العقل. صح. يمات هي الساسيه كلش. هي الساس ليمات اللي ما عندوش يماه وبدعاويها الحمد لله. كانت فرح تدعي لي كي نقعد خارجه نخدم مسكينه. كانت الحاله ماشي مليحه مسكينه تدعي لي تصلي الصباح تقول لي يا ربي ان شاء الله تروحوا بخير وتجوا بخير تروحوا بخير وتجوا بخير مسكينه. دعاويها ربي. دعاويها اللي نجاوني دعوه الوالدين مستجابه. ونقول لهم يا ناس ها خذوا راي والديكم باسكو اللي ما ياخذش راي والديه. خذوا راي والديكم ان شاء الله ربي يرحمها. مين على بالك لو سي سمعي؟ حوست يا عمري. غير كيما دارت مسكينه 11 سنه. غير كيما عندها واحد الفان جوغ هكذاك سي با بلوس. غير كيما نخرجك شويه من الجو الحزن. الفن حاليا واش رايك؟ واش راكي تشوفي في الاعمال المقدمه الان رايك فيها؟ الاعمال المقدمه دوك مش نقول لك كاين حوايج ملاح كاين حوايج اللي ماشي ملاح. كاين بعد المسلسلات اللي يكونوا في المستوى ما ان شاء الله. وكاين دي تروك لي جوزو لاساس على راس. وي عتيقه في الحياه الشخصيه ولا جوناس ما خممتيش في الارتباط زواج؟ يبو عليا تبتقى كيما انا شكون اللي خزر فيا يا بنتي؟ تبتق ماريكان يبو بعدا خزروا فيا في يامات السعود باش يخزروا فيا في يامات الرعود بو بعدا. شوف الروح الفكاهيه بو بعدا تبتقى كي حالتي. خلينا في وقت الزمن تاعكم هذاك وكانوا لي بو ما كان والو. بنتي شكون اللي خزر فيا؟ ما كانش اللي خزر فيا. شكون كان زعما في اللي عتيقات تشوفوا هكا يعني؟ لا ما كاش حتى واحد. ما الوسط مثلا
اوني توس دي فخاري دي سير. هاك تعلمي 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 الله يسديك يا بنتي. لازم خالتي لازم الثقافة هنايا على بالك تتعلمي كلش تتقفي اللي يكون برهوش يتقف هنا في هذا السير. عقدك باش يموت ويتغسلوا تيرانا ومغسلين. يقول لك عندها هذيك الدريب زانديه ولا هما عندهم تقول عواتق دايرين كوم دي جيغاف بصح المخ ما يخدمش. ما كاش خالتي. هما نوري لهم بالتخطيب اللي تخرج لي انتيليكتويال دوك تشوفوا. ربما كاين ناس استغلوا هذا المرض عتيقه وخرجت كل مره يخرجوا اشاعه. اي ماتت. شر عليك وربي يطول في عمرك. كات فوا. يقولوا باللي هي ماتت. اربع خطرات وما يقولوا هي ماتت. صح اشاك فوا والله يديروا لنا واحد الخلع. على بالي. كات فوا ما يقولوا يا حبابا كادو عندهم العقل. هايا واحد في حاله ما يقولوا مات. واش انا نقول لك لي كريتيك واعرين هادو صحاب لي باج غير على جال التعليقات فوالا باش يديروا لي فيو باش يديروا لي فيو يقولوا الناس ماتوا. نو بصح ماشي حق عليهم لا ديغنيغ فوا داروا على صالح وي ثاني سميله حاشا عثمان عليوات خطره بيونا. صح. لا ماشي هكذا عيب عليهم بصح انا كات فوا. صح ولا غير كات فوا ما يديروا عليا واش تقولي لهم عاد قول لهم ربي يهديهم لا دوزيام فوا حكموهم. صابوا واحد من جيجن واحد من وهران حكموهم باسكو ديبوزيت انا بلانت حكموهم. وهاد لا ديغنيغ فوا والله ما على بالي مانيش عارفه كيما لا ديغنيغ فوا مسكين صالح خلعونا عليه وي بو على بالي انا ما كانش منها باسكو حنا رانا على الاتصال بيناتنا وكاع راكي معايا اتصال؟ لا بصح عندنا لا عندنا بيان سور نسقسيو عليه بيان سور يسقسو بيان سور عندنا لي نوفال وان شاء الله نطلب له من هذا المنبل نطلب له ربي يشافيه ويعافيه ويشافي كاع مجميع مرضانا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عتيقه شكون هو الفنان ولا الفنانه اللي في الوسط اللي كي تقول عتيقه نرفد التليفون نعيط يجيني؟ ما كاش يسقسوا عليا صح بنقول لك شكا يسقسوا عليا بصح يسقسوا كثر خيرهم الحصان يجو وعلى يجو كاين واسمها قولي لي عليها نوال زعتر شحال من خطا نقولها نسحاقك ايمان نوال تانيك كاين خديجه مزيني كاين تلني انا 90 كيلو شحم ولحم في زوج كيلو بطاطا قول له يسود له السعد قوليها له انت ياسر لا قولها له انت اللي كلوفي شفناك مع العملاقه عثمان عليوات ما عندكش تواصل معه سير نتعادروا سير في التليفون ما كانش مشروع ربما خممتوا انكم تعاودوا دار افيل سنوات الاشعار وهذاك الفيلم كنت راح نلعب معاه هنا لو بغا دغوا تاعو هو كولونيل وانا كوموندو مع فلاندروفيت تسمى سيسون جو سوي بغا دغوا تاعو ومن بعد هذه في 98 كي كان اون بريباراسيون ومن بعد ربي ما كتبش ما طاحوا لي ظروف ما قدرتش نتورني معاه تورنا ما كنتش تخمو دوكا في فكره جديده زعما مسكين في تجمعكم ماذا بينا انا قلت لهم شوفوا ما ديم هاد الحبيبات اللي قعدوا ماذا بينا ان شاء الله نعاودوا كاع نتلاقاو نديروا فيلم ويدخلوا فيهم الجدد بيان سور ماشي غير القديم الجديد تاعنا كاش يكون معانا حنا تاني بدينا جدد ولا كيما يكونوا القديم يكونوا الجدد ماذا بينا ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو هذه الدنيا وما نواسفش الفرصه كيما انا ذكراني ايانا شويه بالك نقدر نرقد نموت انا واش نقول لهم نقولوا ما بروفيتي وما بيت شويه الواحد راه شويه يقدر كيما على سيره بروفيتي في الفنانين غير كيما كان عيد الفنان عيد الفنان لو تلاقيت عتيقه مجموعه من صافا في ان تري كون بليزير لا بيونا نتشوفوا انا وياها نتشوفوا نروح ليها نتعادروا بصح كاين كيما جعفر قاسم عندي واحد قريب واحد 18 ولا 19 ما شفت جعفر حتى لهاد المره باش تلاقيتو صافا في بليزير تلاقيت ثاني كوسما سعاد بو علي صافي تري لونطون ما شفتهاش كاين عندي بزاف ما شفتهمش تلاقينا كانوا مجموعه كبيره والله غير صا ما في ان تري كون بليزير بون كيما بيونا ولا والو كاع نشوفهم مي كاين واحد اخرين والله ما نشوفهم كيما احمد راشدي ما شفتوش صافي ديزاني ما شفتوش ملي تلاقينا وقينا عندي واحد ديزون ولا في واحد ليفالمو في لوبيرا دوبوي ما زدناش تلاقينا كاين اللي ما لقيتهمش حتى لهاد المره صح
والفنان اسكو تشوفي عتيقه اللي محتاج لتكريمات كيما هذه؟ انا اللي تكرموا له البالون كان صاما في بليزير فرحت لهم باسكو كاين دي جون اللي تكرموا له البارح مدوا للفن مدوا للفن يستاهلوا وان شاء الله اللي مازالوا مدى بينا ان شاء الله كاين اللي ما تكرموش وكاين اللي ما تكرموش راهم يقول لك كل واحد ودالته ان شاء الله كل واحد ودالته بصح عتيقه كانت عندها تكريمات كثيره في مشوارها وشهادات عندي بزاف شهادات داري معمره بالكوارط دوك نشوفوهم كامل يا اخا ما نقدرش بزاف الكوارط يخلصوا غير غدوه نشوفوا الماكسيموم تاعهم ان شاء الله لو ماكسيموم كريمات كثيره الله يبارك الله يسلمك كاين شويه كاين هذه كاين هذيك اضواء تكريم من عند الاضواء هذه من عند لندن هذه جمعيه اضواء وهذو ما كاع سينمائيه وكاين لي جمعيات وهذيك تلفزيون جزائري وهذوك تجور الشعر ولا كلاس الله يسلمك الله يسلمك وهذاك اللي فوق الاب ديالي الله يرحمه والفوق ثاني مهرجانات لي تورني مع نخبه من الفنانين هذيك الفوق عتيقه كما قلت اسم كي تذكر ما نشوفوش حتى تعليق سلبي ولا وشنو هذا السر وين حب كبير الله يسلمك تعيشي الله يسلمك شوفي لي ريزو سوسيو نقول لك حاجه ما تقدريش تعرفي كاع الناس يحبوك لي ريزو سوسيو واعرين يقدروا يحبوك يقدروا يكريتيكيوك ساعتين نشوفوا يعني الاغلبيه مين داكم نشوفوا تاع اه يديروا شويه ماشي باسكو انا يديروا بزاف لي كريم لا انا الحمد لله بارابور انا للناس الحمد لله منها عتيقه والاغاني والغناء عتيقه عندها صوت شباب اوه بنتي يسمعوا لي يهربوا بالكفار غادي يطقحوا الكل يسمعوني يهربوا لا لا بصح عندك كان عندك البوم عتيقه لا ايه درت البوم في 2003 وي 2003 درتو يعني نال شهره كبيره نال شهره كبيره هذا كاش مقطع صغير عتيقه تاع كاش عتيقه مولات الخانه ايه هذاك هذا هو الالبوم هذا هو الالبوم هي اللي درت اللي دار شهره كبيره عتيقه مولات الخانه في وقته يعني جوسكا بريزون مازالت الغنيه تمشي يينا ويينا ويينا par amour كما يقولوا شغل كنت كنا اون تورني في حاسم سعود ومن بعد كانوا يديروا لا بالانس ومن بعد قلت له للسونوريس قلت له عطيني نشوف لا عندي لا فوا شابه وبعد قعدت نغني هكذايا بديت نقول يا مام سيدي عابد قالوا لي لي كولاك تاعو قالوا لي يا عتيقه عندك اون بيل فوا قلت لهم بو قالوا لي علاش ماشي ديري هكا كوميك جاتني في راسي وقيله دو موا ابخي واحد عطاني كلمه ولا واحد عطاني كلمه من الاخرين درتهم انا الكلمات نحلتها ودرتها باش تشوفي ربي كي يكتب ما درتهاش كاع تنجح صح والله ما درتها تاع النجاح نجحت وهي زادت الشخصيه تاعك الفكاهيه اللي عاودت نجحت دارت ان غران سوكسي ابار عتيقه مولات الخانه شنو هي الغنيه زعما اللي قريبه تقيسك انا نحب بزاف لا جيروا نموت على لا جيروا نحب الهاشمي نموت عليه وفراي فراي 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 نحب حسني الله يرحمه احبه و لي شونسون تاع دوكا كاد كيما كاداري لي بيا جابوني نحب انا طويري نحب الغنى اعطينا مقطع صغير نحب انا الوحدانيه داير قدرت عليها اغنيه وليوني نقول الوحدانيه نقول انا الزواليه أنا الزوالية الزوالية وحبيبي طويلة عليا وحبيبي طويلة عليا وبطالون ما دار فيا وما دار فيا وعيالي قاع رجليا وعيالي قاع رجليا أنا هي أنا الزوالية نحبها ان شاء الله ما نشوفوكش زوالي الحمد لله نحب هذه الاغنيه تاع الوحدانيه نحبها مدام زويده مصبحتي تضحكي وضحكتينا معاك بصح ما فهمناش علاش ضحكوني يا مسيو دحمان ضحكوني ايه ضحكينا واش بلا السفنجر هذاك السفنجر راك نصفر السفنجر باه
بعثوا لي سفنج 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 هذاك هو اللي بعثوه لي بعثوا لي سفنج كونجلي وانت واش تبغيتيهم سفنجر سفنجر انا باك سفنجر 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 انا عندي بروبليم في لساني واش راكي تبعي في التلفزيون شويه ما منتبعش زابي كاع من 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 زابي ولي ريزو ها منش مبرونشيا معاهم دي فواحد يقولوا لي عتيقه سمعتي هكاك اش نقول لهم شفت البارح واش قالوا لي يا ربي نسيت واش قلت لهم ما على باليش والله ما نتبع انا لي ريزون ما نخدمهمش ما نخدمهمش لي ريزون قبل ما نختم معاك عتيقه من دبيا لو كان تفكر معاك كاش مشهد هكذا اللي قعد لي في التاريخ كاين كاين ولا غير عندي بزاف انا توجور نلعب بالعاطي نلعب شوافه نلعب كوسي رجال نلعب توشوخ كثر يعطوني شوافه ولا فان دو ميناج يعطوني قلت لهم يا خا يخرج عليا شوافه فان دو ميناج بعدها فاتشه تاع شوافه فان دو ميناج عتيقه نشكروك ميرسي بوكو اللي فتحتي لنا دارك وجينا ديرونجيناك في السخانه اي سلمك نشكركم انتم على اللي تعبتكم فيها السخانه وكاع ونشكر قناه الشروق نقولها ميرسي بوكو وان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله يا رب العالمين في اعمال جديده ان شاء الله يا رب العالمين وفرصه اخرى ان شاء الله يا ربي يعطينا قصه صحتنا قصه عمرنا يا ربي ونقولهم للشعب الجزائري نحبكم كاملين ان شاء الله ربما يقول لك خليني نقول هذه الكلمه عتيقه يقولوا الاعلامي ماشي لازم يمد رايه ولكن انا من هذا المنبر جيت وشفت عتيقه وطليت عليها نوجه نداء للمنتجين وللمخرجين مازلنا حابين نشموا ريحه زمان ان شاء الله ونشوفوا ريحه الفن الاصيل والعتيق اللي يتمد صح من القلب فمازالوا كاينين عندنا عباد يستاهلوا ان شاء الله يا ربي لازم يكونوا في الاعمال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ماذا بينا احنا يعيطوا لنا رانا هنا ان شاء الله قلت لهم ندير المستحيل جي اونفي دو ترافايي ان شاء الله يا ربي باسكو الفنان سي لوكسيجين تاعو الخدمه انا لو كان زعما دوك نخدم جو سوي سور ني نبره هنا مورالمون باسكو الفنان اباك الفنان هو لوكسيجين تاعو هي الخدمه